السيدة ضربتني المتهمة ضربتني قدام الكل العكاز العمقي وطاحت فر والمحامي خوها هذا عباد الله كيقول لي والله تنصفتك الحبس قدام المحكمة كل شيء الفوق قدام الضباط قدام الأساسيدة قدام كل شيء وانتوما كصحافة شهدوا على هذا الشيء لأن كنشوف والكل خاص يعرف أنا هددني وكيقول لي دابا قدام الناس كيقول لي غنصيفطك الحبس غنصيفطك الحبس أنا الله يخليك سيد الوكيل العام أنا عطيت التعليمات ديالك أي واحد نائب الأول يبقى يحضر في الجلسة لأنك عندو الجلسة عبارة عن حرب قبل ما تدخل الهيئة كاين الكاميرات وخوها المحامي كيقول لي والله تنصف تمك الحبس قدام المحامون والناس ديال المحكمة لولا التدخل الضباط ديال المحكمة السيناس كانت غتوقع كارثة لطف الله كاين المحزن رشيدة السيدة أن خوها قال لها لولا تدخل البوليس ديال المحكمة كانت غتوقع كارثة قال لها غنصيفط الحبس لولا تدخل الضباط ديال المحكمة كانت غتوقع كارثة قال لها غنصيفط الحبس فهمتوا أن هذا المحامي ديال المحكمة عيتي عيت وراه ضربني انا ضربتني هنا هنا السيده راه جرأت وضربتني والده بغى تحيد لي عنقي نسيت ما قلت هادي شكرا لا هو قال لك والله يمك تندخلك عند وكيل الملك وفي نفس الوقت كيقول لي والله يمك تنصيفطك للحبس غيصيفطني هو للحبس لان اختو ما اكتفاش حيدت لي الوالده وبغات تحيد لي تاع عنقي هو ولا هو مري هو مول الشوار نفس داكشي اللي كانوا بغاو كانداروا في الابتدائيه بغاو يديروا حاليا هنا الشواهد الطبيه ولا او محاميه جديده دخلت على الملف عاوتاني هادشي كنا عارفينه البارح انا والاستاذه ديالي كان احتمال اليوم داكشي هو اللي وقع هي سجلات واحد الاستاذه النيابه ديالها ومتهمه حقا راها في فرنسا متهمه راها في فرنسا ما عليناش حنا انا تسنيت سنين وما كيجرجروا فيا وست سنين وما كيضربوا فيا وياكلوا فيا وشفتوا كصحافه شفتوا كل شيء على عينيكم اليوم انا صبرت سنين نصبر اكثر ماشي مشكل اللي بغيت نوصل للراي العام بعدا كنشكروا كنشكركم بزاف 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 اليوم اجلات الجلسه نهار 30/3 لان المتهمه قال لك فرنسا كدوز شي امتحان ما عليناش قبل ما الجلسه واحد السيده كترافقهم كانت كدير ابيل فيديو معاهم في المحكمه الابتدائيه وسط الجلسه وهذاك السيده هي اللي كنت كما قلت السيد وكيل العام ضحيه كما انا ولات حيدت لي الوالده هاد السيده ولدت عندهم ثلاث دري ملي مات ثلاث دري دارت شكايه لوكيل الملك عيطت عليهم الضابطه القضائيه سمعات للضحيه وسمعات المتهمه اللي انا نيت معها حاليا فاذا بي كتدخل وحده معروفة عندنا ملقبة بعيشة الحراقة كتدخل كتفاصل ليهم كتفاصل بيناتهم هاد السيدة هي اللي كتجي معاها المحكمة وكتصورني وسط الجلسة في المحكمة المحمدية واليوم ملي لقيتها في محكمة السيناف مشيت عند السيد الضابط قلت له الله يخليك هاد السيدة كانت لقيتها دارت ابيل فيديو مع واحدة من المتهمات في المحمدية ما تصورنيش ملي كيمشي عندها كيطلب يطلب منها البطاقة الوطنية كنت انا داخله الاخ المحترم ديال الاخ المتهمه اللي هو المحامي كيقول لي كيعيبني قدام الكل في الجلسه وكانوا المحامون كانوا ناس كيقول لي تتكون محكمه ديال باك وقدام الصحافه بعدا تتكون محكمه ديال باك الخنز حاشاكم وسط الجلسه غادي يجلس في الكرسي كيشوف فيا وكيطفل عليا كيطفل عليا وهو لابس البدله ديالو علاش هادشي كله لان المتهمه اختو اللي حيدت لي الوالده قلبها ضعيف مسكينة قلبها ضعيف ما كتحملش الجلسات ولكن كتحمل انها تضغط على كوتر ما اكتفاوش بهذا الشيء خرجنا قدام باب الجلسة تهجم على واحد الصحافي الاخ هذا اخ المتهم اللي هو المحامي كيتهجم عليه ناض صداع فرقوهم الناس شوية انا غندور كنهضر مع استاذتي باش نقول لها بالسلامة انت كتضربني المتهمة بالعكاز ديالها اللي كتجيبو باش تبقى في الناس ديال الهيئه ضربتني بالعنق وقالت لي بشويه ضربتيني قدامكم كاملين وكاينين الكاميرات وكاينين الكاميرات ضربتني قدام كلشي المتهمه الام اللي كتجيب عكاز ديالها كتجيبيه للمحكمه
وفي الزنقه كتمشي على رجليها ضرباتني به وقالت لي بشويه عليك ما تدفعينيش وطاحت الارض دارت راسها تخبات وخوها المحامي بالبدله ديالو كيقول لي غنصيفط امك للحبس قدام الكل في المحكمه وكاينين كاميرات انا حاليا انا بنت الشعب وبنت سيدنا الله يخليه لينا وبنت سيد وكيل العام محكمه استئناف ياك هاد الناس هما اللي كانوا باغي محكمه استئناف داروا المستحيل باش يجيبوني ليها وانا لقيت فيها با اللي هو السيد وكيل العام لان كنشكرو بزاف استقبلني حاليا وصفتني حالني على النائب ديالو اللي دار ليا محضر والحمد لله كاينين كاميرات وغيفرغوا هاد الكاميرات وكل شيء غادي يبان لان هاد الناس طاغين هاد الناس لعبوا عليا في محكمه المحمديه كما ينبغي ولكن كنظن هنا راه ما كاينينش دوك الناس اللي تقدروا ديروا حداهم كل شيء وبالمناسبه اللي بغيت نقول لكم كصحافه كاملين ان انا بسبب هاد المتهمه وعائلتها تحرمت 6 سنين دابا تحرمت من حياتي من الاولاد حيدات لي الوالده ماشي مشكل كنقولوا قدر الله ما شاء فعل ولكن حرمتني حتى من الجمعويين ما يدخلوش معايا في مدينه المحمديه حرمتني من صحفيين ما يصوروش معايا في مدينه المحمديه وتصاور الحمد لله ربي كبير لانني بديت بتصاور ومازال غندلي بهم عاوتاني حتى كان ما كيصوروش معايا واحد السيد كيقول لك انا كرئيس جمعيه رئيس جمعيه وفي نفس الوقت صحفي كي كنطلبوا في اول سنه بدايه المشكل كنطلبوا باش يسجل معايا كيقول لي لا الناس هادوك فلان كناكل معاهم طريف خبز وهو رئيس جمعيه وما تضامنش معايا ونهار اللي جيتو صورتو معايا والفيديو ديالي والقضيه ولات راي عام كينوض كيدير لها حفل تكريم قاعه افراح مدينه المحمديه ومعاها مستديره معاها سيد رئيس مجلس البلدي ديالنا حشومه وعار احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.